بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس التاسع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. في هذه الآيات الكريمة ينادي الله جل وعلا عباده عموما، عباده عموما المسلمين والكفار، لأنهم كلهم عباد الله، العبودية العامة. وأما المؤمنون فإنهم عباد الله العبودية الخاصة. فيقول جل وعلا: يا أيها الناس، جميع بني آدم يقال لهم الناس والإنس، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وعلاقة هذه الآية بما قبلها أنه لما ذكر سبحانه أنه هو الرب الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وأنه الإله المستحق للعبادة، بين في هذه الآية أن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، هو الذي يحلل ويحرم لعباده لأنه ربهم. فلا أحد يملك التشريع والتحليل والتحريم إلا هو سبحانه وتعالى. فمن توحيد الإلهية، توحيد العبادة، أن لا يكون التحليل والتحريم إلا لله. من حلل شيئا أو حرمه من دون الله فهذا إشراك في الألوهية، لأنه يجب على العباد أن يخضعوا لما شرعه الله لهم وينتهوا عما نهاهم الله عنه. فإذا جاء أحد يريد أن يحلل ويحرم فهذا يدعي أنه شريك لله جل وعلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ تشريع حق لله جل وعلا، فهو الذي يحل الحلال ويحرم الحرام، فلا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى.
والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا. إذن فيجب أن يتلقى التحليل والتحريم من شرع الله جل وعلا، ولا يتلقى من أقوال الناس واختراع الناس كما كانوا في الجاهلية يحللون ويحرمون من عند أنفسهم ما أنزل الله بذلك من سلطان. ولهذا قال كلوا، هذا أمر منه سبحانه وتعالى، إباحة، أمر إباحة، كلوا مما في الأرض، مما في الأرض، من عموم ما في الأرض من النبات والحبوب والثمار والفواكه وما عليها من الحيوانات، كلوا مما في الأرض، هذا عام يدل على أن الأصل في الأشياء الحل، وأنه لا يحرم مما في الأرض إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، الله خلق ما في الأرض من النباتات والحبوب والثمار والفواكه والحيوانات، خلقها لكم تنتفعون بها. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا بهذين الشرطين، فما ليس بحلال فإنه لا يؤكل، وما لم يكن طيبا فإنه لا يؤكل. شرط يشترط فيما يؤكل ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون حلالا، الشرط الثاني أن يكون طيبا، الشرط الثالث أن لا يكون ضارا. إذا توافرت هذه الشروط فإنه يباح كل ما توافرت فيه، وإذا اختل شرط منها إنه يحرم ما اختل فيه هذا الشرط أو هذه الشروط. فقوله حلالا يخرج بذلك الحرام حلالا، أي من جهة المكسب، يخرج بذلك الكسب المحرم فإنه حرام، وذلك مثل الربا، هذا من أشد المحرمة، الربا والميسر والرشوة والغش في المعاملات، كل هذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. الربا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. الربا حرام بالإجماع، ومن استحله فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، ومن أكله ولم يستحله يعترف أنه حرام لكنه أكله، فهذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، ومتوعد بالوعيد الشديد
يفهم منها تعظيم. وكذلك الميسر وهو قرين الربا، والميسر هو القمار. فلو قدر القمار وهو المراهنات والمغالبات والمسابقات التي يؤخذ عليها أموال، هذا هو الميسر، لأنه أكل للمال بالباطل بالمراهنة أو المسابقة، وقد يسمونه بالجوائز على المسابقات، هذا من أكل المال بالباطل وهو الميسر وهو القمار، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من المسابقات، وهي ثلاثة أشياء. قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نصل المراد به المسابقة بالرماية، أخذ الجائزة على المسابقة بالرماية، هذا جائز لأنه فيه تدرب على الجهاد. أو خف وهو ركوب الإبل، المسابقة على الإبل، هذا يجوز أخذ الجائزة عليه لأنه من التدرب على الجهاد، لأن الإبل من دواب الجهاد. أو حافر والمراد به الخيل، ركوب الخيل، يجوز أخذ الجائزة على ركوب الخيل لأن هذا تدرب على الجهاد في سبيل الله. هذه الثلاث يجوز أخذ الجوائز عليه، وما عداها من المسابقات والمراهنات إنه حرام لأنه من الميسر. وألحق بعض العلماء بهذه الثلاث مسائل العلم الشرعي، أخذ الجوائز على مسائل الشرعية، أن يجعل مسابقة في مسائل فقهية أو على تعلم القرآن أو مسائل الفقه، هذا لا بأس لأنه داخل في الجهاد، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فما عدا هذه الأمور لا يجوز أخذ الجوائز عليها، لأنه من الميسر، من أكل المال بالباطل، من جميع المغالبات والمراهنات. كذلك الرشوة، والرشوة ما يدفع للموظف من قبل المراجعين وأصحاب المعاملات، يدفعون له مالا لأجل أن ينجز معاملاتهم وأن يقدمهم على غيرهم من المستحقين من قبله، فيأخذ منهم الرشوة من أجل أن ينجز معاملاتهم أو يقدمهم على غيرهم، أو أشد من ذلك أن يعطيهم ما ليس لهم من حقوق الآخرين. يدخل في هذا القاضي، ويدخل في هذا المدير، ويدخل في هذا الموظف، يدخل في كل من تولى شأنا من شؤون المسلمين، إنه يجب عليه العدل بين الناس، وأن لا يأخذ منهم شيئا في مقابل إنجاز معاملاته، هذا هو الرشوة، سواء سميت رشوة أو هدية أو غير ذلك، أي الرشوة ولو سميت بغير اسمها، سواء سميت رشوة أو هدية أو إكرامية أو غير ذلك، فكل موظف يجب عليه أن يؤدي العمل الذي وكل إليه بدون أن يأخذ من الناس شيئا، لأن له راتبا في بيت المال، هو موظف يعطى في مقابل عمله الراتب من بيت المال، وهو مؤتمن على أعمال الناس ومعاملاتهم بأن يقوم بها على الوجه المطلوب من غير أن يأخذ من الناس رشاوى.
الرشوة السحت في العبادة. وقد وصف الله اليهود بأنهم أكالون للسحت، والسحت هو الرشوة. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذ الرشوة. وكذلك الساعي بينهما ملعون أيضا، وهو الرائش. ثلاثة لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم للرشوة: الآخذ والمعطي والمتوسط بينهما وهو الرائش، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرشوة حرام سحت، وهي من كبائر الذنوب، وقد تساهل فيها كثير من الناس اليوم وسموها بغير اسمها واحتالوا عليها، وهي سحت وحرام، قرينة الربا. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، لعن الراشية والمرتشي. والله جل وعلا يقول: كلوا مما في الأرض حلالا، وهذا حرام ليس حلالا. وكذلك الغش في المعاملات، الذي يغش الناس في معاملاتهم ويكذب عليهم في البيع والشراء ليخدعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فالواجب على من يبيع ويشتري أن يكون صادقا، يكون صادقا مع الناس، لا يأخذ أكثر من ثمن السلعة، ولا يخفي ما فيها من العيوب، بل عليه أن يبين ما فيها من العيوب ولا يكتم العيوب، ويبيعها بيع السليم. مر صلى الله عليه وسلم على بائع طعام، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد بللا في أسفل الطعام لم يبينه البائع، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر، أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل لا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فيجب على البائع والمشتري الصدق في البيع والشراء، لا يكتم عيبا، ولا يرفع الثمن أكثر مما يستحق، ويغرر بالمشتري ويخدع المشتري، أو يحلف له. فالذي ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهم المنان والمسبل والمنفق سلعته بالأيمان الكاذبة. فيجب على من يبيع ويشتري أن يتعامل بالصدق مع الناس، والصدق فيه بركة، والغش فيه محق للبركة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يجب على الذين يبيعون ويشترون في الأسواق أن يتعاملوا بالصدق مع الناس،
والأمانة ولا يخدع الناس أو يكذب عليهم أو يغشوهم أو يخونوهم، لأن أخاك وثق منك وقبل قولك واشترى سلعتك، فلا بد أن تكون صادقا. وكذلك من الغش أن الموظف لا يقوم بالعمل، يتوظف ويأخذ الراتب ولكنه لا يقوم بالعمل، ما يحضر في الدوام أو يحضر ويشتغل بغير العمل ويخلي أعماله الوظيفية، يشتغل بغيره، يطالع صحف جرائد، يستقبل الناس بأصدقائه ويمزح معهم ويمضي الوقت بدون عمل وأعماله مكدسة عنده ولا يهتم بذلك، أو يخرج من مكان العمل قبل نهاية الدوام أو يتأخر في الحضور ويأخذ الراتب كاملا، هذا من الغش، هذا من الغش والعياذ بالله. الواجب على الموظف أن يكون أمينا على عمله، يحضر في أول الدوام ويستمر إلى آخر الدوام ويشتغل، يشتغل لا يمضي وقته في غير ما جاء من أجله وهو العمل الوظيفي، إلا أمورا لا بد منها، عذر شرعي لا بأس به. كلوا مما في الأرض حلالا، لهذا الشرط تنبهوا يا عباد الله، حلالا، لا تدخل في كسبك شيئا من الحرام وتأكل من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل في السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أكل الحرام يمنع قبول الدعاء. الذي يأكل الحرام لو يدعو الليل والنهار لا، الباب مسدود، ما فيه، لا يجاب دعاؤه والعياذ بالله. الصلة مقطوعة بينه وبين ربه بسبب أكل الحرام. بين الفئتين، بين الطائفتين الضالة. وجاء في الحديث أن كل جسم نبت من السحت يعني الحرام فالنار أولى به، لا يتغذى الإنسان بالحرام ويغذي أولاده وأهل بيته بالحرام والكسب الحرام. كلوا مما في الأرض حلالا، هذا الشرط الأول، لا يكون من المعاملات المحرمة في الإسلام. طيبا لا يكون خبيثا، لا يكون هذا المأكول من الخبائث، وذلك مثل الميتة ولحم الخنزير، هذه خبائث، خبائث ومحرمات، فلا يأكل الإنسان من الأشياء الخبيثة كالميتة التي لم تذك زكاة شرعية، يعني ماتت حتف أنفها أو ذكيت زكاة غير شرعية أو ذكاها كافر ليس من أهل الكتاب، هذه ميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه كلها خبائث. الميتة خبيثة، الدم هذا خبيث حرام، لا يجوز للإنسان أن يأكل الدم أو يستعمل الدم،
لا أقول كيف إلا في حالة الضرورة، لو أن مريضا احتاج إلى إسعاف بالدم لا بأس، هذه ضرورة يسعف بالدم، أن هذا من باب الضرورة. الله جل وعلا يقول إلا ما اضطريتم إليه، حتى الميتة إذا اضطر الإنسان إلى أكلها، يعني دار الأمر بين كونه يموت ولا يأكل من هذه الميتة، يأكل من الميتة ما يبقي عليه حياته، لأن هذا من الضرورة. حرمت عليكم الميتة والدم، هذه خبائث، ولحم الخنزير هذا خبيث، وما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح للقبور للأصنام، ما ذبح للشرك بالله عز وجل كالذي يذبح للقبور والأموات أو يذبح للأصنام أو يذبح للجن، هذا كله مما أهل به لغير الله فهو حرام خبيث لا يجوز الأكل منه. وكذلك سائر الخبائث مثل الحشرات كالحيات والعقارب وكل الحشرات، لأنها خبيثة لا يجوز أكلها، فكل خبيث. وكذلك الدخان هذا خبيث، وكذلك القات هذا خبيث، وأشد من ذلك الخمر والحشيش والمخدرات، وهذه خبائث لا يجوز الإنسان أن يتغذى بها، لأن الله حرم الخبائث، كما في قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما كان خبيثا مستخبثا إنه لا يجوز الإنسان أن يأكل منه، لأنه إذا تغذى منه أثر ذلك في جسمه وأثر ذلك في بنيته، وكل جسم نبت من السح النار أولى به. ما ورد في الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، قلنا من الخبائث أشياء يستعملها الناس الآن وهي خبائث بإقرارهم واعترافهم هم إن خبائث. الدخان هذا لا أحد يقول إنه من الطيبات أبدا، حتى الذين يتعاطونه ويشربونه ما يمكن يقولون أنه من الطيبات، وإن قالوا فهم كذبة، ما هو من الطيبات، هو خبيث. وكذلك أشد منه القات، أشد من الدخان لما يؤثر على الجسم وعلى على الفكر وعلى نوع من المخدرات. وكذلك سائر المخدرات والحشيش والإفيون وغير ذلك، هذه من الخبائث التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فكل ما يعد من الخبائث فإنه حرام، لأن الله قال: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يخرج بالطيب الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. خبيث لا يجوز أكله ولا شربه ولا تعاطيه. وهناك ضوابط للخبيث والطيب يعرفها الناس: الطيب طيب في أثره، وطيب في طعمه، وطيب في ريحه، وطيب في تغذيته، والخبيث خبيث بجميع أوصافه، في طعمه ورائحته وفي تأثيره على الجسم وفي تغذيته، فهو خبيث لا يصلح غذاء، لا يصلح غذاء للمسلم. المسلم يتغذى بالطيبات وفيها بركة وفيها خير وفيها غنى، تغذى بالطيبات ويترك الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكل خبيث من الأطعمة أو الأشربة فإنه حرام بنص هذه الآية الكريمة. هذا الكلام ضحك
وكذلك يشترط في المأكول والمشروب أن لا يكون ضارا للجسم كالسموم القاتلة والسموم التي تضر الجسم، هذه لا يجوز للإنسان أن يأكلها لأنها ضارة. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والأشياء الضارة تقتل كالسموم، المخدرات، الدخان، كل هذه تفضي إلى التلف لأنها تؤثر أمراضا فتاكة، خصوصا الدخان الذي يتساهل الناس فيه مع كونه من الخبائث فهو أيضا مضر ضررا واضحا يعرفه الناس، يشوفون المدخن كيف يكون جسمه، كيف يكون رائحته، كيف يكون عند الناس، الناس ينفرون منه لخبث رائحته وخبث من المضرات بالبدن. شخص الأطباء في العالم أن في الدخان أمراضا كثيرة خطيرة، كلها خطيرة، فهو محرم من ناحيتين، بل من نواحي كثيرة، من ناحية أنه من الخبائث، من ناحية أنه مضر، من ناحية أنه لا نفع فيه أبدا، وإنما هو ضرر محض ما فيه نفع بأي وجه من الوجوه، وإنما هو ضرر 100%. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا لهذه القيود، ويدخل في الخبائث الحيوانات التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكلها، نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع، السباع حرام، والطيور الجارحة التي تفترس حرام، الطيور التي تأكل الجيف حرام لأنها من الخبائث تتغذى بالجيف، نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع يفترس به، وعن كل ذي مخلب من الطير يفترس به، هذه حرام، هذه سباع البهائم وسباع الطيور حرام. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لما أمر بالأكل من الطيبات والحلال نهى عن اتباع خطوات الشيطان. الشيطان هو إبليس لعنه الله، الشيطان هو إبليس لعنه الله، وكذلك ذريته من شياطين الجن، لأن الشيطان كل من تمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى فهو شيطان، كل من تمرد على طاعة الله فهو شيطان، سواء كان من الجن أو من الإنس. قال تعالى شياطين الإنس والجن، قدم شياطين الإنس على شياطين الجن لأنهم أشد خطرا، فمن تمرد على أوامر الله فهو شيطان، سواء كان من الجن أو من الإنس. ويقول جل وعلا هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا يشمل الشيطان الذي هو إبليس، ويشمل كل شيطان من الجن والإنس.
والله حذرنا من الشيطان في آيات كثيرة، وأخبرنا أنه عدو لنا منذ ما جرى بينه وبين أبينا آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، وهو عدو لنا يجرنا إلى ما يضرنا دائما وأبدا، يحاول يبعدنا عن طاعة الله ويخرجنا عن طاعة الله، يحاول أن يوقعنا في الأضرار، يحاول أن يدعونا إلى النار وأن ندخل معه السعير والنار. هذا شغله دائما وأبدا، فعلينا أن نحذر منه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرق الشيطان، لأن الشيطان يدعو الناس إلى الباطل بطرق كثيرة هي خطواته. علينا أن نحذر من الشيطان وأعوانه من الجن والإنس، نحذرهم لأنهم يجتروننا من السلامة إلى الهلاك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا قصده، أن يورد الناس النار، يدعو حزبه أي أتباعه ليكونوا من أصحاب السعير. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وذلك بما يزينه من الباطل وينفر من الحق. الشيطان دائما ينفر من الحق ويزين الباطل، هذا شغله، ينفرك من الصلاة، ينفرك من أداء الزكاة، ينفرك من الصيام، ينفرك من الحج والعمرة، ينفرك من الطاعات، يكسلك عنها، يثبطك عنها، ويزين لك المعاصي، ويزين لك الشهوات والمحرمات، يحاول انك ما تاكل من الحلال وانما تاكل من الحرام، من الربا، من السرقة، من الغصب، من الظلم، من اكل اموال الناس بالباطل، يزين لك هالامور هذه ويبغض عليك الحلال والكسب الحلال. هذه خطوات الشيطان، فهو يبعدك عن الطاعات ويحبب إليك ويرغبك في المعاصي. هذا عمله مع بني آدم دائما وأبدا، كما تعهد بذلك. فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يقول لربه عز وجل: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني آدم عليه السلام، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. توعد، يقول: ثم لآتينهم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويقول: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا وجدت في نفسك نفرة عن الطاعة فاعلم أن هذا بسبب الشيطان، وإذا وجدت في نفسك محبة للمعصية فاعلم أن هذا من الشيطان. هذه خطوات الشيطان. إذا وجدت في نفسك محبة للغيبة والنميمة والتحريش بين الناس فهذه خطوات الشيطان، ووجدت من نفسك نفرة عن الإصلاح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجدت نفسك ما تريد هذه الأمور، فاعلم أن هذا من الشيطان. إذا وجدت من نفسك أنك ترغب أنك تدعو الناس إلى المعاصي وإلى الشرور وإلى السفور وإلى خلع الحجاب وإلى تبرج المرأة وإلى خروج النساء عن آداب الشرع، فاعلم أن هذه خطوات الشيطان، هذه خطوات الشيطان، فعلينا أن نحذر منها. فهو ينهى عن كل طاعة ويأمر بكل معصية، هذا عمله، لأنه يريد لنا الهلاك. فخالقها
قال تعالى أفتتخذونه وذريته، يعني الشيطان، أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كيف الإنسان يعرض عن الله ويروح مع الشيطان الذي هو عدوه، يعرض عن الله الذي يريد له الخير ويريد له السعادة في الدنيا والآخرة ويأمره بكل خير وينهى عن كل شر، ويروح مع الشيطان الذي هو عدوه؟ هذا من العجائب. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن خطوات الشيطان في هذا الباب أنه يأمر بأكل الحرام وينهى عن أكل الحلال. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فهو يأمر بأكل الحرام وينهى عن أكل الطيبات وينفر منها. ثم قال جل وعلا معللا هذا النهي: إنه لكم عدو مبين. لماذا نهانا الله عن اتباع خطوات الشيطان؟ لأنه عدو لنا، وليست عداوته يسيرة، وإنما هي عداوة عظيمة متناهية. عدو مبين، بين العداوة، واضح. ومع هذا يتبعه كثير من بني آدم ويتبعون خطواته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه لكم عدو مبين، فكيف تتبعونه وهو لكم عدو؟ كيف تطيعونه فيما يأمركم به وفي ما ينهاكم عنه وفيما يزينه لكم، وأنتم تعلمون أنه عدو لكم؟ إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أوامر الشيطان لبني آدم. إنما يأمركم بالسوء، وهو المعاصي. المعاصي تسمى سوءا لأنها تسوء الإنسان يوم القيامة، تسوءه يوم القيامة والعياذ بالله. إنما يأمركم بالسوء سائر المعاصي. والفحشاء أشد من السوء. الفحشاء هي ما تناهى قبحه من المعاصي، وهي الكبائر، وهي الكبائر: الزنا، السرقة، شرب الخمر، أكل الربا، أخذ الرشوة. هذه فواحش الشيطان يأمر بها. يأمركم بالسوء يعني بسائر المعاصي. والفحشاء وهي الكبائر، كبائر الذنوب. وأشد من ذلك يأمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المصيبة، القول على الله بلا علم، هذه أشد من الشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك وأشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك بأن يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام من غير دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. هذا من القول على الله بلا علم، أن يشرك الإنسان بالله ويقول إن الله أمر بهذا، أمر أننا نتخذ وسائط ووسائل بيننا وبينه. هذا من القول على الله بلا علم. المشرك يقول على الله بلا علم. الذي يأكل المحرمات ويفتي بها هذا يقول على الله بغير علم. الذي ينهى عن الطاعات وينفر منها يقول على الله بغير علم. وكم من المنتسبين إلى العلم من يقول على الله بغير علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يحلل ويحرم من دون دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شأن العالم، فكيف بالجاهل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخشى على أمتي زلة العالم وجدال منافق بالقرآن. زلة العالم
العالم خطر زلته. علينا أننا ما ننساق وراء أقوال الناس حتى نعرف أدلتها، حتى نعرف دليلها من الكتاب والسنة. أما الإنسان اللي يطلق لسانه ويقول هذا حلال وهذا حرام بدون أن يقول الدليل كذا، هذا نتوقف في كلامه ولا نأخذه على طول. الناس الآن في وسائل الإعلام سلطوا على مسألة الفتاوى والتحليل والتحريم بغير علم، إما عن جهل وإما عن هوى والعياذ بالله. بعضهم ما عنده علم ولا عنده فقه ويتكلم في الحلال والحرام ويقول على الله بلا علم. بعضهم عنده علم لكن هو صاحب هوى يريد أن يضل الناس والعياذ بالله. فالأمر خطير جدا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالذي يقول على الله بغير علم يفتري على الله الكذب. الإنسان بعافية، الإنسان في عافية ما يدخل نفسه في المخاطر ولا يسارع إلى الفتوى إلا عند الضرورة، وإذا لم يوجد غيره ممن هو أعلم منه. فإذا ابتلي وهو عنده شيء من العلم وليس هناك من يسند الفتوى إليه ويحيل عليه، فإنه يتقي الله عز وجل ويجتهد، يتقي الله ويجتهد ويقول ما توصل إليه، فإن كان حقا فهو من الله وإن كان خطأ فهو من الشيطان. هذا عند الضرورة. أما الإنسان اللي في عافية فلا يورط نفسه فيه. كان الصحابة يتدافعون الفتوى مع ما أعطاهم الله من العلم والبصيرة، ما يتسارعون إلى الفتوى، يدفعها بعضهم إلى بعض، يقول اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، لأنهم يعلمون خطر الفتوى. وأما فنحن نتسارع إلى الفتوى ونتدافع عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من قلة الورع ومن قلة الخوف من الله عز وجل ومن الغفلة عن المصير يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا من أمر الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا صرت ما تعلم يا أخي أنت في عافية، مش الله مكلفك تقول شيء وأنت ما تعلم؟ ما يجوز لك هذا الشيء، توقف. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. شوفوا، وإذا قيل لهم أي للمشركين والكفار، المشركين الذين يعبدون الأصنام والذين يعبدون القبور والأضرحة اليوم، والصوفية الذين يعبدون المشايخ ويطيعونهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل الله من القرآن والسنة، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذا شرعهم، ما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم ومن يعظمونهم ولو خالفوا الكتاب والسنة. يقول له هذا القول مخالف للكتاب والسنة، يقول لا، هذا قال به فلان وهو شيخي أو إمامي أو هذا ما عليه أجدادي وآبائي، من مغير طريقتي. آباؤه على الشرك وعلى البدعة وعلى الخرافة وعلى المعاصي. فإذا قلت يا فلان اتق الله،
هذا الذي أنت عليه خطأ، والصواب أنك ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله. يقول لك لا أنا ما علي هذا، بذمتهم. يقول ما هو بذمتهم، هذا بذمك أنت، ما هو بذمتهم، هم ما أجبروك على هذا. على المسلم أنه إذا دعي إلى كتاب الله وسنة رسوله أن يترك ما هو عليه مما يخالف الكتاب والسنة. هذا هو المسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أما أهل الهوى وأهل الضلال فيتبعون آباءهم ولو كانوا على الباطل، وهذا ما يسمى بالتعصب الأعمى والتقليد الأعمى. تقليد الأعمى إنه يتبع من سبقه ولو كان على الباطل، هذا تقليد أعمى والعياذ بالله. هذا ما عليه المشركون من قبل. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما أدركنا آباءنا يفعلونه. هل آباؤك يشرعون ويحللون ويحرمون؟ هل هم أرباب من دون الله عز وجل؟ ما يصلح الجواب هذا. هذا ما يسمى بالتقليد الأعمى والتعصب الأعمى للآباء والأشياخ والأجداد وأصحاب المذاهب المنحرفة، نسأل الله العافية. الواجب على الإنسان المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به، سواء كان عند آبائه أو عند غيرهم، يقبل الحق. الحق ضالة المؤمن، أين وجده أخر، هذا هو المؤمن. أما إذا كان الآباء والأجداد على حق لا بأس باتباعهم وتقليدهم. قال تعالى عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا. هذا يسمى اتباع، ما يسمى تقليد. الله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فاتباع أهل الحق والسير على منهج أهل الحق هذا لا يسمى تقليدا، هذا يسمى اتباعا واقتداء، كما قال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وآبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الله ذكر هذا من باب المدح له عليه الصلاة والسلام، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فعلينا أن نسلك منهج أهل الحق ممن سبقونا من السلف الصالح، ولا نسمي هذا من باب التقليد، وإنما نسميه من باب الاقتداء والاتباع لأهل الحق ومنهج أهل الحق. أما إذا كانوا على الباطل فلا يجوز أن نتبعهم ولو كانوا أقرب الناس إلينا. إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه أقرب الناس إليه لأنه ليس على الحق، تبرأ من أبيه أقرب الناس إليه. هذا الطريق الصواب وطريق الحق. ولهذا قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، يعني لا يفهمون شيئا من شرع الله عز وجل، لا يعلمون شيئا، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فدل على أنهم لو كانوا يعقلون ويهتدون أننا نتبعهم، إنما
الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ما يجوز لنا نتبعهم. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، يعني لا يفهمون شيئا من شرع الله ولا يهتدون إلى الصواب، بل هم ضلال، هؤلاء لا يجوز اتباعهم. أما لو كانوا يعقلون كتاب الله وسنة رسوله ويهتدون إلى الحق فإننا نتبعهم ونقتدي بهم. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم قال سبحانه وتعالى، نعم التقليد عرفنا، تقليد الباطل هذا لا يجوز، تقليد في الباطل هذا لا يجوز، أما الاقتداء بأهل الحق فهذا جائز وهذا هو الواجب. العامي اللي ما يعرف شيء، العامي اللي ما يعرف شيء ماذا يعمل؟ يسأل أهل الذكر، يسأل أهل العلم، ما هو بيقول والله وجدت أهل بلدي على كذا وآبائي يعملون كذا وأنا على طريقهم. لا، الواجب عليه أنه يسأل أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي ما يبقى على ما عليه آباؤه وأجداده وأهل بلده وقبيلته، وإنما يسأل أهل العلم. فإن كان ما عليه آباؤه وأجداده صوابا فإنه يسير عليه، وإن كان ما هم عليه خطأ وضلال فإنه يتركه. هذا الواجب، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ضرب لهم مثلا، ضرب لهؤلاء الذين يتبعون آباءهم وأجدادهم بغير هدى وغير حق، ضرب لهم مثلا بالبهائم، البهائم التي تتبع صوت الراعي وهي لا تفهم ما يقول. هؤلاء مثل البهائم يتبعون أصوات آبائهم وأجدادهم وهم ما يفهمون. قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. البهائم تسير على صوت الراعي في الليل، إذا صوت لها سير على، وهي ما تفهم الشيء يقول، إنما تسمع الصوت فقط. فهؤلاء الذين يتبعون آباءهم وأجدادهم على الضلال مثل البهائم التي تسير خلف الراعي وهي ما تدري وين بيروح بها، هل هو بيروح بها المراعي ولا بيروح بها للمجزرة، ما تدري، تمشي وراها الراعي وبس. هذا ولا مثل البهائم والعياذ بالله. وين عقولهم؟ وين أفكارهم؟ وين؟ هذا قول في الآية. والقول الثاني أن المراد بهذا المثل أن مثل الدعاة إلى الحق، أن مثل الدعاة إلى الحق ومن الرسل وأتباعهم مع أهل الباطل كمثل الذي يصوت على بهائم، ما تفهم صوته، ما تفهم معنى كلامه، وإنما تسمع صوته فقط. فالرسول يدعوهم وهم ما يفهمون، يقرأ القرآن ولا يسمعون الصوت لكن ما يفهمون المعنى، لأنهم ما يريدون الفهم. أعطاهم الله عقول وأعطاهم أسماع وأبصار لكن ما يريدون أنهم يتفقهون، لأنهم مستغنين بما عليه آباؤهم وأجدادهم، فلا يستمعون للرسول ولا يستمعون للدعاة إلى الحق، وإنما صوت الرسول وصوت الدعاة مثل صوت الراعي مع البهائم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا واقع يا عباد الله. الآن أهل الضلال وأهل الباطل وعباد القبور والأضرحة وغير ذلك يقرؤون القرآن ويسمعونه، لكن وهو ينهى عن الشرك وهم ما يفهمونه، مستمرين على ما عليه آباؤهم وأجدادهم وبلدهم من عبادة القبور، والقرآن يتلى عليهم ويسمعونه لكن ما يتفقهون به، وإنما يقرؤونه للبركة أو للعلاج
أو للحروز والوقاية من العين، أما أنهم يقرؤونه ويسمعونه للانتفاع هذا قليل في الناس، كمثل الذي ينعق أن يصوت بما لا يسمع إلا دعاء وندى، صوت فقط. هذا مثل أهل الضلال مع القرآن اليوم ومع الدعاة، ما يستجيبون ولا يصغون ولا، وقد يتلذذ بالقرآن تلاوة القرآن، يتلذذ بالتلاوة وبالصوت، لكن المعنى ما يلتفت إليه. القرآن ينهى عن الشرك وهو يروح يدعو الضريح ويدعو القبر مثل البهيمة ما تدري. هذا مثل في غاية المطابقة لحالة الذين لا ينتفعون بالقرآن ولا ينتفعون بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم يسمعونها ويقرؤونها ليلا ونهارا، ولكنهم لا يتحولون عما هم عليه من الضلال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ثم قال جل وعلا صم، يعني آذانهم ما تسمع، ما تسمع سماع قبول، تسمع الصوت لكنها ما تفقه ولا تدري وش معنى هذا، لأنها ما تريد الفهم. صم عن سماع الحق، صم عن سماع الحق. إذا قلت هذا شرك، هذا بدعة، هذا خرافة، ما يسمعون. إذا أثنيت على ما هم عليه ومدحتهم فرحوا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا مدحت ما هم عليه من الباطل وما عليه آباؤهم وقلت هذا صحيح وهذا، يفرحون بهذا. لكن لما تقول لهم لا هذا ما يجوز يا عباد الله، أنقذوا أنفسكم من النار، ما يسمعون، يقفلون أسماعهم. صم عن سماع الحق، لكنهم يسمعون الباطل ويصغون إليه، يقفلون أسماعهم عن الحق ويفتحونها للباطل. ومثال ذلك الآن الذي ما يستمع للقرآن ويستمع للأغاني، هذا يصم سمعه عن القرآن ويفتح سمعه للأغاني والمزامير. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله،